اول اتصال بموضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي يحكي عن الملحه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشتاق لك. ها؟ مشتاق لك. مشتاق لي شقد؟ جدر دولمه. جدر دولمه؟ ها. مشتاق لك جدر دولمه، ماكو ربط بين الجمله هاي. لا طبعا شلون ما كرهت؟ انت اصلا تطلبني دولمه، انا شوف ارسل لك اياها ما اعرف، صارت لا تسمع على الحالة. بس لحظه بس انت ليش ما تحكي على كيفك حتى نفتهمك؟ شلون؟ احكي على كيفك خلينا نفتهمك، قول عيد جدر دولمه شنو؟ والله يا سيوفي محصور بالشارع، شفت في بغداد ما ادري. شو تسوي؟ اقول لك محصور بالشارع بالسيطرات واجد، شو كنت ادخل بغداد ما ادري. شو كنت تدخل بغداد؟ ما تدري. انت وين؟ انا حاليا سيطرت الصخور. جاي منين؟ من اي جهه جاي؟ على الفلوجه. اه على الفلوجه. انت انت حتى الان ما مميز صوتي ولا تعرفني. اكو ناس يصيحوا له الثلوجه. يصيحوا ثلوجه، وين بيتكم؟ بالثلوجه. لا لا بيتنا اصلا بغداد. اوكي مو انت سال، حكيت عليك لو حكيت على الجزمه ما داعش اقول اكو ناس يصيحونه. زين انت منو ناطق؟ المهم انا ما صدقت احكي وياك، مشتاق لك كوما. حبيبي القلب والله تشتاق لك العافيه. اخر مره تلاقينا بالكان هذا مهرجان مال طائرتي. مال من مهرجان؟ مال طائرتي. ماشي. ما طائرتي؟ ايه بس ما كنت موجود بهذا المهرجان. شلون؟ ما كنت موجود بهذا المهرجان. طبعا موجود، كنت راح دكان انا وياك ولا صاحبنا الثالث اللي عرفنا عليك. للاسف عرفنا عليك، لان حبيتك. من صاحبنا الثالث؟ بس اعطيني صاحبنا الثالث خليني اعرف اللي حبيتني. من الاخير حسن يوسف صاحبنا. ها؟ حسن يوسف. حسن يوسف انت ايه سيف؟ من هو؟ سيف. ازوى يا عمرك شلونك؟ مشتاق لك. واو ما دام جبت على جدر الدولمه اللي صار لي 4 سنين اسمع بي. حقك والله حقك. لا حقك ولا مو تقول لي حقك. باوع 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 مو تقول لي حقك. زين عود تريد تغلس حتى تحرجني واقول لك لا كذب. اقول لك اه تخيل على رصاف كل ما يتذكرك يعيرني بيه. سلم لي علي هواي تعيرنا على الرصافي. شدول عمرك شدول عمرك. شلون امورك؟ الاهل شلونهم؟ اسف على الازعاج. لا بالعكس لا حبيبي بيت بيتك. سلامي سلامي للشباب. حبيبي حبيبي سلام الاهل ان شاء الله.